في مباريات إياب دور 16 في بطولة الدوري الأوروبي من جانب جماهير نادي النجم الأحمر الصربي. قبل المباراة رفعت جماهير نادي النجم الأحمر الصربي لافتة مكتوب عليها الحروب الأمريكية ضد عدد من الدول، وذكرت العالم أجمع بتلك الضربات الأمريكية والتي أتت ضد الصومال، ضد العراق، ضد أفغانستان، ضد ليبيا، ضد كوبا، وأشارت إلى أنه على المجتمع الدولي أن يعطوا فرصة للسلام بالنسبة للعالم أجمع. فكيف رأيت تصرف جماهير النجم الأحمر الصربي برغم من أنهم لم يذكروا الحرب على البوسنة والانتهاكات الصربية بحق أهل البوسنة في هذه اللافتة التي ذكرت كل الحروب في الفترة الماضية؟ طبعا التعليق واضح خاصة على هؤلاء الصربيين. نقول لهم بدل أن تعطوا دروس للعالم وللدول المهيمنة أن تتدخل، ينبغي أن تستوعبوا أنتم الدرس وأن تعترفوا بجرائمكم الإرهابية الدولية البشعة التي لو وصفناها مجرد وصف فلا يتحملها أي إنسان له قلب يعي. فضل لو جسمت عبر فيديوهات لا ما تكلم هؤلاء. فينبغي عليهم أن يعترفوا هم وأن يقدموا أنفسهم إن كانوا صادقين للمحكمة الدولية لكي تحاكمهم، فإن كانوا أبرياء فليخرجوا أبرياء، وإن كانوا مجرمين وهو الأمر الذي ثابت فعليهم أن يؤدوا الفاتورة سواء من ناحية السجنية أو من ناحية المالية، وهذا لا يعوض، ولكن على الأقل حتى نقول أنتم صادقون. ولذلك هم تركوا ما قاموا به ويتحدثون عن غيرهم. هم أكبر مجرم. ماذا فعلت مع البوسنة والهرزك وسراييفو؟ ماذا فعلت مع تلك البلدان اللي هم أصليون لكن لأنهم ديانتهم إسلامية شيء لا يوصف. يعني أستاذ علاء، وبعدين جاي يتكلم يقول السلام، هل أنت قمت بالسلام حتى تنت الذي هو يفعل السلام ويدعو إلى السلام ويقوم بالسلام ولا يفعل ضده؟ نعم، كلمته مقبولة ومسموعة، ونشكره على هذا النداء الذي وجهه إلى العالم برمته. أما وهو يده ملطخة بالدماء، سفاح، مجرم سفاك، ويقول تعالوا إلى السلم.